صحيح دكتور طارق، دايما حضرتك بتؤمن بالارقام يعني وبتقول دايما الارقام بتدي مدلول معين. ارقام، لو جينا الارقام مثلا الوداد في الدوري نلاقي ان هو من افضل خط الهجوم، افضل فريق هجوم في الدوري 52 هدف، ولكن برضه خط الدفاع يعني دخل مرمى اعتقد 28 هدف. يعني برضه دخل في مرمى 8 بالظبط. نقدر نقول هنا استفاده من الارقام تدينا مدلول ان ممكن النادي الاهلي ان شاء الله يحرز هدف هناك، بيبقى الموضوع على الجانب الهجومي اسهل شويه من على الجانب الدفاعي. يعني احنا الدفاع بتاعنا هو المفروض ان شاء الله باذن الله هو اللي يكون حائط الصد الاول، ويستغل بقى مش هقول الضعف الدفاعي للوداد، لكن الارقام بتقول ان احنا لا، لو النادي الاهلي ضغط بشكل معين فرص تهديفه ممكن تكون عاليه. يعني بص، هو الحكم على الارقام في مباراه كبيره في دور قبل نهائي الاهلي والوداد، وفي ظروف خاصه كده زي ظروف كورونا اللي غيرت طبعا من شكل الفريقين كتير، ما قبل مارس وما بعد، طبعا ما تقدرش ما تديكش صوره قاطعه. ولو ان الاهلي جميع الارقام الفرديه والجماعيه الاهلي فيها افضل، يعني الاهلي في الدوري ال 33 مباراه لعبهم فاز 27 مباراه بفارق هدف واحد، فوز واحد عن الرقم القياسي للدوري، بينما فريق الرجاء الوداد كسبان 17 مباراه بس. الاهلي خسر مباراه واحده بينما فريق الوداد خسر 5 مباريات. تعالى على المشوار الافريقي بس، يعني سيبنا من الدوري، مشوار الافريقي بس، الاهلي في ال 12 مباراه اللي لعبهم فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 وخسر خساره واحده اللي كانت امام النجم الساحلي في مطلع مباريات دوري المجموعات. بينما فريق الوداد في ال 10 مباريات اللي لعبهم فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2. بصوا بقى الاهداف، الاهلي سجل في مبارياته ال 12 29 هدف، يعني معدل تقريبا 2.5 هدف في المباراه، ودخل مباراه 4 مرمى 4، بينما الوداد سجل 18 ودخل مرمى 8، يعني دخل مرمى ضعف اللي دخل مرمى الاهلي، النادي الاهلي في المشوار الافريقي وفارق طبعا في دي ارقام، ده رقم بس. لكن على المستوى الفني في مباراه زي دي ما تقدرش تقول ان الارقام دي كلها مدلول كده مطلق في نتيجه المباراه. لكن اللي هيحدد اكتر التفوق فريق على اخر هو تنفيذ الطريقه اللي هيلعب بيها الى الفريقين، وبالذات المستوى اللي هيأدي بيه فريق الوداد اللي هو تنوع كتير قوي في طرق لعبه. انا دايما بقول لك ايه، لو انت عندك طريقه لعب وفقدت 2-3 في طريقه اللعب دي، ممكن تحط 2-3 مستواهم الفني اقل بس تنفذ نفس الاستراتيجيه، نفس المنهج ونفس الاستراتيجيه، افضل ما تعدل في طريقه اللعب عشان تولفها على اللعيبه المتوافره. وده الخطا زي ما قلت لك القاتل اللي عمله فايلر في مباراه القمه بتاعت مباراه الزمالك. لكن انا عشان كده انا بقول لك الاهلي يلعب نفس طريقته، لا هي 3 4 3 اللي هو 3 ورا، ولا يقفل الاجناب اللي هي عند علي معلول، لا انا كل الاسلوب اللعب هو على فكره موسيماني برضو الفرق البسيط اللي بينه وبين فايلر في طريقه الاداء، الاثنين بيلعبوا كره جميله، لكن الفرق ان موسيماني عنده استراتيجيه ان اول ما بيفقد الكوره في تعليمات واضحه وصريحه ان كل اللعيبه ترجع ورا خط الكوره. كلمه ورا خط الكوره يعني الكوره هنا كل اللعيبه بتبقى ورا الكوره. تفتكر ما عملهاش بس عشان النقص العددي؟ يعني تفتكر يعني احنا عارفين النادي الاهلي لعب نقص عددي، اول كان النادي الاهلي بتقطع منه الكوره ودي لقطات كتيره جدا انه كل الفرقه بترجع، تسعه تقريبا 9 لعيبه موجودين تحت الكوره. ده استراتيجيه ولا علشان برضو موضوع ان انت ناقص عدديا وبالتالي كان تعليمات، يعني تعليمات لمباراه، ولا ده سيستم ماشي عليه؟ ده سؤال حلو جدا، سؤال جميل جدا. اقول لك ليه، لان انا اما قلت لك في البدايات انا مش بحكم على موسيماني من 3 مباريات، لا بص على جميع، انا تقريبا مباريات سان داونز لغايه ما لاعب النادي الاهلي في مباراه العوده في بريتوريا اللي انتهت بالتعادل 1-1 شفتها كلها تقريبا كل المباريات. فبص على سان داونز بيلعب بنفس الستايل ده اللي هو اول ما بيفقدوا الكوره حتى على ملعبهم اللي هم مميزين فيه. بس الفارق بقى ان موسيماني لما كان مع سان داونز كان عنده على الاقل 5 لعيبه صراع جدا في الثلث الهجومي، فبيقدروا يعملوا ينفذوا الكاونتر اتاك. يمكن النادي الاهلي مش معتمد قوي على حته السرعات زي ما كان في بدايه الموسم، ما كان مثلا حسين الشحات لسه قبل الاصابه كان في قمه المستوى الفني، وجونيور اجاي كان اعلى من دلوقتي، وكان عنده حتى وليد سليمان اما كان بينزل كان بيفرق كتير جدا، وكان رمضان صبحي طبعا ما في حدث ولا حرج في المنطقه دي، كان تقريبا الشكل اللي يحبه موسيماني. بس تعالى بقى نشوف الوضع على الارض بالنسبه لفريق زي الوداد. الوداد
بيغير طريقه لعبه كتير، بس طريقه لعبه اللي بتتغير ديت بتتغير حسب ظروف المباراه. وهو برده كان ذكي جدا جاوندي، اول ما جه هو عارف ان عنده مباراتين، وعارف ان هو هيلعب مباراه بتحسم دوري. خلي بالك كنا احنا بنعاني من اجهاد، نتكلم ان الاهلي لعب مع بيراميدز يا استاذ محمود. يعني نقطه الاجهاد دي يعني النادي الاهلي يمكن كان عنده اولويه او عنده اريحيه انه حسم الموسم الدوري قبلها بسبع اسابيع،